طيب خلينا نبدأ بالسيانان. طبعا عشان أذكركم ب نحن هنا في الكورس مرينا على كلاسيكال ماشين ليرنينج، سوبرفايزد ماشين ليرنينج، كلاسيفيكيشن وريجريشن. اخذنا العديد من الالجوريثم. بعديها انتقلنا للانسمبل ميثود، سواء كان راندوم فورست او اكس جي بوستنج، تمام. وبدانا في الديب ليرنينج او الديب نيورال نتورك، واللي احنا اخذناه لغايه الان سيكونشال مودلز. في كيراس انه سيكونشال مودلز، انه انا بعمل سيكونشال وبصفط الطبقات ورا بعض، وهي اسمها مالتي لاير بيرسبترون او ام ال بي. هذا كلام انا شرحته سابقا، انه للنيورال نتورك انه ممكن تسمى ان او اي ان ان ارتفيشال نيورال نتورك، او فيد فورورد نيورال نتورك اف ان ان، او مالتي لاير بيرسبترون، او دينس، او اف سي فولي كونكتد. هذه كلها مسميات لشغله واحده، تمام. الان في عندي الاوتو انكودرز، وفي عندي الجينيريتيف ادفيرسرال نتورك الجامز، وعندي الكونفولوشنال نيورال نتورك والريكرنت نيورال نتورك. بعد ما خلصنا مالتي لاير بيرسبترون بدنا نركز الان على الكونفولوشن النيورال نتورك والريكرنت نيورال نتورك. هذه عاده تستخدم للتكست، يعني لغايه الان احنا استخدمنا هاي للتكست وللايمجز وللستركشر داتا، تمام. الكونفولوشن تحديدا في الغالب تستخدم للايمجز. هنشوف ليش انه هي كونفولوشن وايش الشغلات اللي هي بتسويها، والريكرنت تستخدم عاده للتكست. نيجي للكونفولوشن نيورال نتورك CNN. اوكي، احنا هنشتغل على داتا سيت اسمها سيفار 10، تتكون من 60,000 كلر ايمج. هاي اول مره نستخدم فيها صور ملونه. 60,000 كلر ايمج مقسمه ل 10 كلاسز، تمام. 6,000 في كل كلاس، 6,000 في 10 60,000. الداتا سيت مقسمه ل 50,000 للتريننج و 10,000 للتست. برضه 10,000 انه كتست، انه ما فيش مجال انه يكون في عندي انحياز او بايس في في في, في الموديل اكيورسي، تمام. ايش هي الكلاسز؟ هيها 10 كلاسز. انا عندي الصوره والليبل تبعها، صوره والليبل تبعها. ايش هي الليبلز؟ ايربلين، اوتوموبيل، سياره، طياره، سياره، طائر، كات، قطة، دير، غزال، دوغ، كلب، ضفدع، حصان، خروف، تشاك. لا، هذه مش خروف، هذه سفينة. اوكي، هذيك شيب بالاي. اوكي، هذول التين كلاسز. طيب بس بدنا نفهم بالاول ايش هي الكونفولوشنال نيورال نتورك. فعليا الكونفولوشن نيورال نتورك كاركتكتشر هي زي هيك، انه انا عندي هاي الانبوت ايمجز، الانبوت ايمج انه انا عندي زي هيك كانبوت، وزي ما انتم شايفين هنا في عندي ثلاثه. ايش الثلاثه هدول؟ صور ملونه ار جي بي، ماتريكس للار، ماتريكس للجي، وماتريكس للبي، تمام. هذا الانبوت انا عندي. بعد الانبوت هذه بعمل طبقة اسمها convolution layer، تمام. بعد كل convolution بروح بحط طبقة pooling. هاي كمان مرة convolution pooling، فببدأ أصفط الطبقات. الاركتكشر تبعتها زي هيك، convolution مطبوعة ب pooling، convolution pooling، convolution pooling، لغاية لما أصل في النهاية أنا بروح بعمل flatten
لاير وبعديها فولي كونكتد اف سي اللي هي دنس لاير يعني تمام، والاخر حاجه سوفت ماكس للكلاسيفيكيشن. فبالتالي طبقات الكونفولوشنز بتكون متتابعه ورا بعض، كونفولوشن مطبوعه ببولينج عده طبقات وبعديها اخر طبقه دنس، ممكن تكون برضو عده طبقات للدنس واخر حاجه السوفت ماكس للكلاسيفيكيشن. طب هذه الطبقات ايش بتسوي؟ هي فعليا بتعمل عمليات خاصه بتساعدني في تحديد الفيتشرز. تتذكروا لما حكينا في الديب ليرنينج انه موضوع الفيتشر اكستراكشن من الايمجز تحديدا انه انا برميه على النتورك، فهي لحالها بتتعلم انه تعمل اكستراكت الفيتشرز. شو معنات انه انا اعمل اكستراكت للفيتشرز؟ يعني على سبيل المثال تخيلوا ان انا شفت واحد من بعيد او شغله جايه من بعيد، والشغله هذه انا مش محدد المعالم تبعتها، فكيف انا بتعرف عليها؟ من الشكل تبعها، من الحدود تبعتها بالضبط. هل بهمني ايش لون شعره مثلا او ايش هو لونه، رمادي ولا برتقالي ولا ازرق؟ لا، من الشكل الخارجي تبعه. وعشان هيك انا بدي اياكم انه تحددوا المعالم. لو انا بدي ارسم بيضة، في حدا تاني بيحذر كمان؟ كورة، اوكي، حجرة. طيب ها بدت راس عصفور. طيب هيك يعني هذا انا لو بدي اقسمه لقسمين زي هيك انه هذا بدي اعتبره شرير وهذا بدي اعتبره تمام. فالفكره في الموضوع انا بس برسم اشكال هندسيه يعني تمام، انه انا هنا وهذه نص دائره كله دوائر هنا زي هيك. لما حددت الخطوط تبعته هل بهمني ايش اللون اللي موجود هنا؟ تمام، بهمنيش. فبالتالي انا بدي حدود، بدي اعمل اكستراكت للايدجز تبع الاوبجكت تبعي تمام. وهذه الشغله انه بتمين معايا زي هيك. انا بهمنيش انه الكات هذا انه هذه المنطقه رماديه وهذه المنطقه انه عند العين لونها اسود، لا، انا بهمني انه انا بدي احدد ايدجز عشان اتعرف انه هذه شكل كات، عشان اصنف في النهايه انه هذه كات او نوت كات. اجي اطبق على التمليت تبعي انه لا، ما بينطبقش تمام. فطبقه الكونفولوشن بتساعدني في في في, في استخراج الايدجز هذه. ليش سميناها كونفولوشن؟ لانه التفافيه، بتروح بتلف على كل الصوره زي هيك على شكل مربع. المربع هذا احنا بنسميه الكيرنل، كيرنل سايز تمام. وبتروح بتعمل كونفولوشن اوبريشن من الماتريكس هذه اللي هي مرت عليها. شوفوا هنا من الاول قديش السايز هذا 3 في 3. اللفه الاولى طلعت رقم حطته هنا، واللفه يعني عملت ازاحه زي هيك. فهذا لو انا اخذته عشان توضح الصورة أكثر، أنا عندي طبقة الكونفولوشن زي هيك. كيف بعملها التفاف؟ بروح إنه بعد ما أطلع الرقم هذا بروح أعمل إزاحة زي هيك، طلع الرقم الثاني إزاحة زي هيك تمام. بعديها ايش بروح بسوي؟ بروح بنزل هنا التفافيه، بتلف على الصوره كلها، بتعمل اسكان للصوره. طبعا هذا السايز انا عندي 3 في 3، انا بحدده بدي 3 في 3، 6 في 6 عشان انا اطلع الايدجز هاي بالضبط. اجيت الايدجز هاي تمام، انه بتكون انا عندي لا مش هنا، هنا انه هاي بدي اطبقها على صور. طبعا هذه اشكال لو كانت انا شايفها من بعيد انه بغض النظر عن اللون انا بكون بعرف شكلها من الشيب انا عندي زي هيك تمام. انه هذا هي مبين من بعيد، مش مبين اصلا تمام، وفي غبره حواليه وفي ضباب حواليه زي هيك. فهذا هو معروف انه هو فيل
انه هاي الخصائص تبعته، في له خرطوم رجليه زي هيك، وانه شكل راسه زي هيك. فبالتالي بروح بقسم انا عندي الصوره زي هيك، تمام؟ وهذه مع الكونفولوشن ايش بتتحول؟ بتتحول لماتريكس زي هيك. فالمناطق اللي فيش فيها ايدجز بحطها كلها بالماينس زي هيك، والمناطق هذه اللي انا انترستد فيها بحطها وحايد زي هيك. فبالتالي هذه المنطقه انه لو انا قسمتها لمربعات، هذه كلها هذه فيها ايدج، فيها ايدج، فيها ايدج، فيها ايدج، كله وحايد ما عدا هدول ماينس واحد بالضبط، تمام؟ عرفنا طبقة الكونفولوشن اللي بتطلع لي الفيتشرز هدول، بتطلع لي الأرقام هدول بناء على عمليات حسابية. الآن نيجي ل بعد طبقة الكونفولوشن بيجي طبقة بولينج. في عندي نوعين من البولينج، الماكس والافرج. الماكس بروح باخذ أكبر قيمة، والافرج يعني بطلعوا هدول المربعات 1 1 5 6. ايش الماكس؟ 6 هيو، تمام؟ فبالتالي هنا الاسترايد انا اخذته 2 في 2. برضه هذا باراميترز كلها حنمررها الان للنيورال نتورك، تمام؟ فهذا الماكس تبعها 2 2 4 7 8 8 3 2 2 1 3 1 0 3 4 4 صحيح، تمام؟ اوكي. ف صرنا عارفين ايش هي الشكل العام لها. هلقيت خلاص كثير انه مجرد انه في الكراس ايش بسوي؟ بعرف سيكونشال موديل وبصفي الطبقات ورا بعض. طيب هاي الداتا سيت هذه بريلودد، ايوه داتا سيت سي فار 10 لود داتا سيت، ايش رجعت لي؟ تو تابلز، واحد للترين واحد للتيست، والترين اكس وواي والتست اكس وواي، تمام؟ هنا ايش راح اعمل؟ نورماليز للبيكسلز. انا عندي هذه الماتريكس قديش دايمنشن تبعها تبعت الصوره؟ 28 في 28 في 3، تمام؟ فالان لما اعمل قسمه على 255 بروح بقسم كل ماتريكس لحال، يعني ماتريكس الار بقسمها على 255، ماتريكس الجي بقسمها على 255، والبي برضه كذلك نفس الشيء. صحيح، لانه هي موجوده انه بريلودد في الكراس، ايوه فروم تنسر فلو كراس امبورت داتا سيتس، وهي مجهزه. صحيح بالضبط. بدي اقراها حيكون الدرس اللي وراه هي مباشره، انه بدنا نعمل ايمج كلاسيفيكيشن، حنقرا الداتا سيت من دايركتوري. ومتى ما عرفت كيف خلاص يعني بتصير زي كانه يعني بستخدمها زي البريلود بالضبط، تمام؟ حكيت هنا بس بده يعرض هذا الكود انتو فاميليير معاه، زي ما عملنا في الامنست، بدنا نعرض 25 صوره. يبقى هذه صوره ضفدع، هذه صوره شاحنه، غزال، اوتوموبيل، سياره، بيرد الى اخره، تمام؟ ايش الطبقات اللي احنا بدنا نستخدمها؟ راح نعرف نتعلم او نتعامل مع يعني الكونف 2D بالاضافه للماكس بولينج 2D، تمام؟ يبقى هاي سيكونشال، رحت عملت اول طبقه كونفولوشن زي هذه بالضبط، زي هذه بعد الانبوت على طول كونفولوشن لاير مطبوعه ببولينج، تمام؟ قديش حددت انه ايش البارامترز هدول؟ هاي اول بارامتر ترجع للدوكيومنتيشن، اول بارامتر اللي هو عدد الفلترز، هاي عدد الفلترز والكيرنل سايز والسترايدز والبادنج، اذا يعمل بادنج ولا لا، هاي ناخذهم واحده واحده. فالبارامترز ايوه الفلترز هو عباره عن انتجر، the dimensionality of the output space, the number of output filters
للconvolution. تمام؟ يبقى لو رجعنا للصورة هذه اللي بيصير فيها convolution هاي. تمام؟ الكيرنل سايز انا عندي 3 في 3 والاوتبوت سبيس قديش؟ برضه 3 في 3. تمام؟ ممكن انا اكبره ممكن انا اصغره، يعني انا عندي الصوره ممكن 28 في 28 او 32 في 32، فبدي انه قديش الاوتبوت سبيس. فاول باراميتر هيو الدايمنشن تبعه 32. الكيرنل سايز اللي هو هذا المربع اللي بلف اللي بيعمل كونفولوشن 3 في 3. الاكتيفيشن ريلو الانبوت سبيس قديش؟ هذه الصور مش 28 في 28، 32 في 32 في 3 ار جي بي. بعدين طبقة بولينج قديش الدايمنشن تبعها؟ 2 في 2. هاي نرجع للرسمة هذه 2 في 2 زي هيك. بعدين كمان طبقة كونفولوشن قديش الدايمنشن؟ 64 نفس الكيرنل سايز بولينج 2 في 2 واخر طبقة كونفولوشن 64. عدد الفلتر سايز او الدايمنشن تبع الاوتبوت سبيس. مش انا عندي الانبوت هو عباره عن صوره مش بطلع منها فيتشرز، الدايمنشن تبع يعني الدايمنشن تبع الفيتشرز اللي انا استخرجتها عباره عن ماتريكس، قديش مقاسها؟ قديش في قديش؟ تمام؟ دايمنشنالتي اوف ذا اوتبوت سبيس، ذا اوتبوت فلترز. كيف؟ نفس السؤال تبع الدنس، انه على اي اساس يعني انه يعني هي الموضوع له علاقه ب بعدد الانبوت سبيس نوعا ما، بالاضافه انه هذا بضل له باراميتر ممكن اعمل له هايبر تولينج. مره بجرب اخليه 32 ممكن اخليه 128، هل اكبر الاوتبوت سبيس انه يكون كثير ولا يكون اقل يعني، فبضلوا انه هذا باراميتر بدي اعمله تونينج. مش كثير نوعا ما بس مش كثير. تمام خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش بناء الشبكه، بس هنا عرض لي سمري لا يعني convolution مطبوعة max pooling، convolution مطبوعة max pooling، وهنا آخر واحدة convolution. إيش بدنا نضيف؟ بدنا نضيف dense layer. قبل dense layer لازم أضيف flatten. بالضبط تفرط لي إياهم إنه هدول الماتريكس إنه كذا في كذا، لازم أعملها flatten صفتها ورا بعض عشان أقدر أمررها للdense. بعديها dense 64، إيش معنى 64؟ عشان هذيك اللي قبلها 64، واخر واحدة 10، اتليست احنا عارفين ليش هذه 10. تمام 10 كلاسز. هيك شفنا السمري كمان مرة للنيورال نتورك الكامبا. تمام؟ كم باراميتر؟ 122,000 باراميتر. خلاص خلاص. ايش بعديها؟ كومبايل اوبتمايزر ادم سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي اكيوريسي، ايش اديته؟ الاكس والواي، عدد الايبوكس والفاليديشن داتا اكس وواي. تمام؟ تمام؟ فهنا انا عندي 1563 باتش. تمام داتا سيت مقسمه لباتشز 1300، فكل ايبوك انه بيلف على كل الباتشز، واخر اكيورسي احنا وصلنا لها قديش؟ هذا اللوس اكيورسي 79 والفاليديشن اكيورسي 88. لا هذا اللوس، هذا اكيورسي 71. تمام ايفالويت للموديل، ايش بنروحنا سوينا؟ بدنا يعني انه انا عندي هنا history dot fit اكيد بطبيعه الحال، فهنا ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل بلوت بدوا يتفرقوا، معنى ذلك انه انا داخل في منطقه اوفر فيت، انه انا عندي الاكيورسي هي وبدت تزيد، وهذا انه لسه في الطالع، بس انه انا عندي عدد الايبوكس 10
ممكن ازودها كمان واحط ايرلي ستوب، ما دام هذا لسه في الطالع، لسه مش مبين انه هو بادي يستقر. تمام، فهيك احنا بنكون يعني طبقنا الكونفولوشنال نيورال نتورك. فالان الواجب تبعكم هو انه عارفين الوصفه هاي في الماشين ليرنينج بيزكس وذ كيراس، اللي هي تصنيف صور الملابس الفاشن امنست، احنا ايش طبقنا عليها؟ طبقنا عليها سيكوينشال صح؟ طبقات عادية هاي، بس بدك تطبقي عليها convolution وتشوفي هل في تحسين ولا ما فيش تحسين. صحيح الصور مش ملونة يعني جري سكيل، بس انه بدنا نشوف يعني. طب فانتوا عندكم الان واجبين، في عندكم النتش تي امنست على الكاجل، وفي عندكم الفاشن امنست هنا على الكولا، انه بنتا نعم اوكي. طيب